لا شك أنه موضوع التحريض على الكراهية هو موضوع خطير وموضوع متشعب، خاصة عندما نتحدث عن عالم يمر بكثير من الانفجارات في أكثر من منطقة وخاصة منطقتنا العربية. يعني آخر شيء يعني قبل يومين تفجر الصراع العلني بين تركيا ودول في الاتحاد الأوروبي على موضوع الحملة التي يقودها الرئيس التركي أردوغان فيما يتعلق بالترويج إلى الاستفتاء على التحول إلى النظام الرئاسي، ووجهت اتهامات واتهامات متبادلة بين هولندا وتركيا. الأتراك يقولون للهولنديين أنتم صرتوا نازيين، والهولنديين يدعون أو يقولون بأن تركيا تجاوزت الحدود وأخذت تروج لمسألة التحول للنظام الرئاسي لثلاثة ملايين تركي يعيشون في ألمانيا وفي أيضا في هولندا وغيرها. ألمانيا دخلت على الخط، ناصرت هولندا، فرنسا حاولت تخفف الوطأ إلى آخره، ولكن هذا يعبر عن حالة من موضوع على الأقل الآن اللي نلاحظه، وهو ضاغط يمكن على المستوى العالمي ممكن ينعكس على مستوى إقليمي، هو مسألة اللاجئين وكيف التعاطي معهم. الأتراك تعاطوا مع اللاجئين بأنه كورقة يستثمروها لما حاولوا يتفاوضون مع الاتحاد الأوروبي، كان مقابل إغلاق الحدود أو إيقاف تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد، كان في هناك مقابل، كان ثمن. فلما هدوهم صارت الفوضى العارمة، تذكرون في حدود مليون لاجئ أغلبهم من السوريين وصلوا إلى ألمانيا على الأقل. لكن اليوم نواجه تصاعد هذا الخطاب، خطاب الكراهية على مستوى دولي على مستوى إقليمي، يمكن توج بالقرار الإداري اللي اتخذه ترامب، ويبدو أن ترامب يعني ما جاء بشيء جديد. إذا بنلاحظ لو نرجع شوي 16 سنة للوراء على الأقل، بنلاحظ أنه جورج دبليو بوش الإبن أصدر يعني فرمان أو ما يشبه بتوجيه أنه بعد هجمات سبتمبر أصدر تلك المقولة البغيضة: من لم يكن معنا فهو ضدنا. هذه ترامب إجا وبنى عليها، بنى على هذا الأساس، وبالتالي واصل مشواره اللي اعتبر من قبل منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير عن 2016 بأنه هذا خطاب بغيض. وبالتقرير الحقيقة صادم، صدر في 22 فبراير الماضي، وكشف عن حقائق مروعة فيما يتعلق بخطاب الكراهية. هذه المنظمة اتهمت ترامب واتهمت الرئيس التركي والرئيس الفلبيني وآخرين بنشر خطاب الكراهية. لا شك هذا له صلة مباشرة بموضوع اللاجئين، بموضوع كيف تعاطى الدول اللي تحدثت عنها منظمة العفو الدولية، وقالت أنه كثير من الزعماء يتبنى خططا لا إنسانية لتحقيق أغراض سياسية بدلا من القتال من أجل حقوق الإنسان. هذا التقرير أيضا ندد بكيفية التعاطي مع اللاجئين بشكل خاص، وكيف حول اللاجئون من محاولات على الأقل إنقاذهم وممارسة الجانب الإنساني معهم إلى أوراق سياسية تلعب من قبل هذه الدول. التقرير غطى 159 دولة وتحدث عن في حدود 35 دولة مارست انتهاكات بحق اللاجئين اللي وصلوا إليها، وبعضهم أعاد اللاجئين إلى الدول التي جاءوا منها، ومنها دول
يعني مارست عليهم اضطهادات شديدة. مثل ما قلنا أن الرئيس الأمريكي لم يأتي بجديد حقيقة، هو بنى على خطاب أصلا موجود. ما حصل هو كشف الغطاء عن حالة الكراهية التي يعني سادت في مجتمعات أوروبية وغربية وفي الولايات المتحدة الأمريكية. عندما نحاول أن نعرف الخطاب الكراهية أو الكراهية، ليس هناك تعريف محدد لهذا الموضوع، لكن بعض الفلاسفة وضعوا بعض التعريفات المرادفة لهذا المصطلح. رينا ديكارت يتحدث بأن الكراهية هي إدراك أن هناك شيء سيء في المجتمع مع الرغبة في الانسحاب منه، بينما يراها أرسطو بأنها الرغبة في إبادة الكائن المكروه. ويعرف ديفيد هيوم الكراهية بأنها الشعور غير القابل للاختزال، وغالبا ما يؤدي إلى تدمير الكاره والمكروه معا. وتعرف الكاتبة زليخة بوريشة خطاب الكراهية بأنه كل كلام يثير مشاعر الكره نحو مكون أو أكثر من مكونات المجتمع، وينادي ضمنا بإقصاء أفراده بالطرد أو الإفناء أو بتقليص الحقوق ومعاملتهم كمواطنين من درجة أقل. كما يحوي هذا الخطاب ضمنا أو علنا شوفيني استعلائية لمكون أكثر عددا أو أقدم تاريخا في أرض البلد أو أغنى أو أي صفة يرى أفراد هذا المكون أنها تخولهم للتميز عن غيرهم. بينما تعتبر الكاتبة الدكتورة حسناء عبد العزيز القنعير ما تتناقله الصحف والمواقع الإلكترونية من مشاعر الكراهية ليست سوى معول من معاول الهدم لتفتيت الوحدة الوطنية التي نحن الآن أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى تقويتها، والنأي بها عن ذلك الخطاب الذي يزعم صانعوه أنه حق في حين أنه باطل محض. القانون الدولي حدد معايير معينة بشأن خطاب الكراهية من خلال التوازن في المادتين 19 و20 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والضمانات السابقة، وهي الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق الحرية في التماس المعلومات وتلقيها ونقلها والتماس الأفكار من جميع الأنواع بصرف النظر عن الحدود. تحدد المادة 19 القيود التي يمكن أن ترتبط بهذا الحق، بما في ذلك احترام حقوق الآخرين واحترام سمعتهم. المادة 20 في فقرتها الثانية تنص على تحظر أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف. وتفرض اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري حظرا أو سلطاً. المادة 4 من هذه الاتفاقية تطلب من جميع الدول التي هي طرف في المعاهدة أن تعلن جريمة جنائية كل نشر الأفكار القائمة على التفوق العنصري أو الكراهية العنصرية والتحريض على التمييز العنصري وتوفير كل مساعدة للنشاطات العنصرية والمشاركة في المنظمات وتنظيم جميع الأنشطة الدعائية الأخرى التي تشجع وتحرض على التمييز العنصري. هذه كل الاتفاقية تطلب من الدول أن تقر بأنها جريمة جنائية. إذن لم يعد موضوع الكراهية يعني اليوم على الأقل كما نلاحظ في وسائل التواصل الاجتماعي بعد 6 سنوات
من الأزمات المتلاحقة في الوطن العربي بما فيها البحرين، لم تعد تسجل في وسائل التواصل الاجتماعي أنها سجلت أو قيدت ضد مجهول. ما هو ملاحظ أنه الأسماء التي كانت تسجل بأسماء مستعارة كاشفهم حارقهم ومنرفزهم ما بعرف إيش، بدأت تكتب اليوم بأسمائها الحقيقية في مسألة التحريض، وهذه يعني انزلاق خطير نحو بث الكراهية. الكراهية تحولت اليوم إلى غول متوحش، وبدأت بعض المنظمات العربية والدولية تنظم مؤتمرات خاصة بهذا الموضوع، خاصة أو خصوصا ونحن أمام تطور كبير وخطير على مستوى الأماكن أو المواقع المشتعلة كما هو الحال في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في العراق إلى آخره. اليوم الخطاب السائد هو خطاب الكراهية، شطب الآخر، عدم الاعتراف بالآخر. لا شك أن المحيط الدائرة الأكثر اتساعاً تسجل يعني أو تحصل أو تتعرض إلى شظايا كبيرة من هذه الالتهابات أو الاحترابات اللي موجودة في هذه المناطق، ومنها بلا شك دول مجلس التعاون الخليجي. في 26 يناير الماضي نظم الاتحاد الأوروبي وتحالف الأمم المتحدة للحضارات في بروكسل ندوة حول انتشار خطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين في وسائل الإعلام. إذا تذكرون أنه بعد الموجات الكبرى التي يعني حصلت للهجرة عندما فتحت تركيا حدودها إلى الهجرة، هجرة اللاجئين، بدأت بعض الجرائم المشاكل اللي تحصل في الدول الأوروبية، استثمرها اليمين الأوروبي بشكل كبير وبدأ يروج واستثمر هذه في وسائل التواصل الاجتماعي بحيث أنه أجج الوضع، وكان التربة وكانت التربة خصبة بأن تتلقى مثل عملية التحريض على الكراهية هذه، خصوصا ونحن نتحدث عن أزمات اقتصادية اجتماعية، بطالة، تقاعد، إفلاس بعض الدول مثل اليونان، الديون متفاقمة، دين عام متفاقم في البرتغال، في قبرص، في إسبانيا، في كثير دول الجنوب الأوروبي على الأقل، وأكيد هي وصلت إلى مناطق مثل فرنسا وغيرها. هذه الندوة تحدثت بشكل على الأقل مركز عن موضوع اللاجئين ومسألة الكراهية التي يعني يتعرضون لها والدعوة إلى إعادتهم إلى ديارهم. نلاحظ في هذا السياق أنه اليمين الأوروبي اليوم صاعد، في هولندا هو متقدم، في فرنسا اليوم المرشح الأوفر حظا للدخول في الجولة الثانية هي مرشحة اليمين المتطرف ماري لوبان، وبالتالي أعتقد أنه ما يجري اليوم في أوروبا تجاه موضوع مثل اللاجئين هو تعبير صارخ عن موضوع الكراهية. هذا الموضوع أيضا انتقل إلى المجتمع أو إلى الدول العربية. أيضا نظمت ندوات ومؤتمرات، ومنها مؤتمر عقد في الأردن في شهر أبريل العام الماضي عن خطاب الكراهية في الإعلام الرقمي والاجتماعي، ناقشوا على مدار يومين 200 باحث من مختلف الدول العربية كيفية مواجهة خطاب الكراهية الذي بدأ يستشري بطريقة خطيرة في المجتمع العربي أيضا وليس فقط في أوروبا. لاحظ المؤتمر هذه بأنه خلال 6 سنوات
التي عقبت الربيع العربي بأنه تضاعف محتوى العربي على شبكة الإنترنت بنحو 7 أضعاف بين 2011 و2016، معناتها أنه في هناك نمو كبير في الدخول على وسائل التواصل الاجتماعي في الدول العربية. أهم التوصيات اللي خرج فيها هذا المؤتمر كانت الحاجة الماسة إلى إدخال التربية الإعلامية. لاحظوا هنا أنه الاتفاقيات الدولية تتحدث عن ضرورة توسيع هامش الحريات والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والرأي والرأي الآخر، وكذلك في المؤتمرات التي تعقد في أوروبا، بينما المؤتمرات التي تعقد في الدول العربية لا تتحدث إطلاقاً لا عن حقوق الإنسان ولا عن الحرية ولا عن الديمقراطية، تتحدث عن تربية إعلامية في المدارس، تتحدث عن نشر ثقافة الثقافة المهنية في وسائل الإعلام وخاصة الصحافة، في حين أنه الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي يؤكد على ضرورة أن يكون هناك حصة للمعارضة السياسية في أي بلد لا تقل عن حصة الحكومة بما فيها تلك الوسائل الإعلامية التي تمتلكها أو تسيطر عليها الحكومة. يعني من التوصيات اللي موجودة أيضا نشر ثقافة التحقق من الأخبار وسط الجمهور والتعريف بأدوات نقد المحتوى الإعلامي وتمكين الجمهور منها، كلام يعني إنشائي. الحاجة الماسة إلى مبادرة أخلاقية عالمية جامعة تتصدى لمسألة تغطية الموضوعات الدينية، هذا قد يكون مهم، تجيب على أسئلة مركزية حول حدود الحرية وحدود احترام الأديان من أجل توفير تغطية أكثر نزاهة وإنصاف ومهنية للقضايا والصراعات ذات المضامين الدينية. التوصية الأخيرة على الأقل سجلت ضرورة الارتقاء بالثقافة الإعلامية بدءا من تغيير الثقافة السائدة في غرف الأخبار. يعني مثلا أنه تلاحظون في المجتمع العربي في مجتمع مجلس التعاون ساعة إلى ربع ساعة هي الأخبار استقبل وودع وشارك إلى آخره، في حين أنه الأخبار المهمة التي يعني مفترض أن تكون على رأس القائمة وأولوية ويجب أن تعطى مزيد من التحليل لا تعطى أي يعني يمكن تسجل في دقيقة أو في دقيقتين على الأكثر، وتنتهي نشرة الأخبار بعد ساعة ساعة ونص من التسمر أمام هذه الشاشات. في قبل أيام في معرض الكتاب في الرياض على هامش هذا المعرض عقدت ندوة أيضا عن حول خطاب الكراهية في شبكات التواصل الاجتماعي. تحدث فيها الدكتور سعيد السريعي عن وقال فيها أن جذور خطاب الكراهية في مواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى الوسط الاجتماعي، وإن خطاب الكراهية الموجود متجدر في المجتمع ينخر فيه منذ عقود، وإن وسائل التواصل الاجتماعي حاملة للكراهية وليست منتجة لها. وأعتقد أنه هذا قد يكون التعبير دقيق، بأنه الكراهية أصلاً هي موجودة والناس وجدت وسيلة أسرع، الواتساب اليوتيوب. بالمناسبة يعني ضمن على الأقل قراءاتي وكذا وأنا أحضر لهذه الورقة أكثر من تأكيد بأنه أكثر مواقع التواصل الاجتماعي فيه خطاب الكراهية منتشر هو التويتر، يبدو أنه يعني خاصة في منطقة دول مجلس التعاون، يعني بلاد الشام يكثر فيها فيسبوك، ولكن الآن مع الوقت بدأ التويتر يعني ياخذ مساحات أكبر من هذه.
النقطة الأخرى اللي أود الحديث فيها هو هي المعارضة السياسية في البحرين، كيف تعاضت مع موضوع الكراهية. في الحقيقة خلال السنوات الماضية كنا نراقب صعود هذا الخطاب في الصحافة، في أغلب الصحافة المحلية، نلاحظ ازدياد عدد الكتاب، نلاحظ الشبكات التواصل أو وسائل التواصل الاجتماعي تكثر فيها عملية التسقيط ضد المعارضة السياسية، عملية التخوين، عملية المطالبة بالاعتقال والتعذيب والإقصاء والنفي إلى آخره، كل ما هو بغيض وكل ما هو سيء وكل ما تحدثنا عنه في البداية من تعريفات، لاحظنا على الصعيد المحلي أن الكيرف أو المنحنى متصاعد اتجاه القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة. لذلك تداعينا وأصدرنا وثيقة في مطلع العام 2014 سميناها وثيقة لا للكراهية أو مشروع التسامح ومناهضة التحريض على الكراهية. هذه حملت هذه الوثيقة يعني ثلاث أقسام، يعني أصلنا للموقف فيها وتحدثنا كثيرا عن الضرورة الملحة لإيجاد قانون لحماية المجتمع من خطاب وبث الكراهية، وتحدثنا بشكل أكثر تفصيلي عن ما هي ما هو المطلوب على الأقل في تلك الفترة. أنا أتحدث عن يناير 2014، وخلصنا في على الأقل في الوثيقة أقرأ بعض بنودها، إنه اللي يعني وقعوا عليها الجمعيات السياسية، أولا يعتبر التحريض على الكراهية آفة تفتت المجتمع البحريني وتقوض السلم الأهلي ويشجع على التعصب والتشدد والاستقطاب الطائفي. نلاحظ هذا الآن حجم الاستقطاب الموجود، المجتمع المنقسم على نفسه، التجاذبات الموجودة. ثانيا تحقيق التسامح وتعزيز الاعتدال وتكريس القبول بالآخر والتعددية ينبع من إصرار الأطراف مجتمعة على إيجاد الأرضية المناسبة لتحقيق العديد من الغايات التي تبعد بلادنا عن هذه التجاذبات، وهي يعني مسرودة في تقريبا 7-8 نقاط. ثالثا الاعتماد المبادئ، مبادئ اللي أشرنا فيها في الوثيقة في المقدمة لما تطرق لها، مثل مبادئ كامدن واتفاقية الرباط، كامدن 2008 والرباط 2012، واعتبار ما تضمنته من المبادئ المبينة في الملحق. هناك ملحق أيضا تحدثنا فيه بالتفصيل عن كيفية أو كيف نرى الخروج من هذا الخطاب ومن سياسة بث الكراهية إلى خطاب التسامح والقبول بالآخر. أيضا في رابعا تحقيقا لآليات المصالحة الوطنية ورفعا للقلق الذي أشارت إليه خطة الرباط، واستهداء بما ورد في هذه الخطة في العديد من الفقرات فيها. اقترحنا أن تنشأ لجنة خاصة تستقبل الدعاءات وشكاوى التحريض على الكراهية بالاستفادة في تشكيلها من خبراء دوليين مختصين ترشحهم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتتولى بحث الادعاءات التي تستقبلها في هذا الشأن وتبت فيها بموجب المعايير الدولية، وتتولى حصريا إحالة ما يشكل تحريضا على الكراهية من هذه الادعاءات والشكاوى إلى القضاء المدني أو الجنائي بحسب الأحوال. أقصد أنه كنا واعيين في المعارضة السياسية بأن خطاب الكراهية بالفعل خطاب مدمر،
يحفر عميقا في المجتمع ويقسمه، ولا يمكن أن يكون إلا إلى نهايات تقود إلى، أو الخطاب الكراهية يسبب ويقود إلى العنف والعنف المضاد، وبالتالي دخول المجتمع في احترابات داخلية. هنا بعض الإشارات إلى بعض على الأقل العظماء اللي مروا بتجارب. في مذكرات نيلسون مانديلا اسمها حواري مع نفسي، في رسالة سربها لمحاميه يطلب فيها مقاضاة سجانيه، ملخصها يقول إن هناك إساءة في استخدام السلطة. رئيس السجن يعامل بعنصرية زملاء المساجين من جماعات عرقية مختلفة داخل الزنزانة الواحدة التي أمكث فيها، وذلك لإثارة مشاعر العداوة بيننا. وفي أوج نضاله ضد العنصرية ومن أجل الحقوق المدنية، يقول القس الأمريكي بطل الحقوق المدنية مارتن لوثر: علينا جميعا أن نتعلم أن نعيش كأخوة أو سنموت جميعا كحمقى، أو نموت جميعا كحمقى. هذا القول يحاكي في المفهوم العام ما جاء في النصوص على لسان الإمام علي بأن الناس صنوان، أخ لك في الدين أو نظير لك في الإنسانية. فهل يعي مثير الفتن ومشعلي الكراهية بين مكونات المجتمع نتائج ما يقومون به من أفعال شنيعة؟ أعتقد أنه هذا برسم الأيام المقبلة. شكرا لحسن انصاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله.